طيب، بارك الله فيكم. بعد هذا العرض الشيق، الآن لدينا هاتين الصورتين، وهي إذن طباعة لعام واحد، واللي هي أول ما تحصل على الإذن بطباعة الكتاب من وزارة الإعلام بالنسبة لنا في المملكة، فتحصل على هذا الإذن وهو لعام واحد. هذا هو. إذن طباعة لعام واحد، وهذه البيانات موجودة هنا داخل هذه الوثيقة. شوفوا كما ترون وثيقة إذن طبع، فيها بيانات الكتاب، فيها بياناتك أنت، وفيها تاريخ، أول تاريخ اليوم الذي صدرت فيه، ومكتوب أنها تنتهي بعد عام كامل بالتاريخ. إذا طبع المؤلف الكتاب وسلم النسخ المطلوبة للوزارة، وزارة الإعلام، وأرسل النسخ المطلوبة لمكتب تمليك فهد الوطنية، عند ذلك يحصل على وثيقة ثانية تسمى وثيقة فسح نهائي. وثيقة فسح نهائي هذه مؤرخة بسنة بعام كامل، وهذه ليس لها نهاية، يعني ليست لها تاريخ صلاحية، خلاص منتهية، مكتمل كتابك ومطابق لما في الموقع حسب ما طبعت أنت وحسب ما طلبت طباعته. وهاتين الوثيقتين كلها ترسل عن طريق البريد الإلكتروني إلكترونيا، وفيها كما ترون يعني باركود للتحقق، لأن أنت الآن لما تذهب لطباعة كتاب في مطابع فلن تجد مطبعة تطبع لك إلا أن تسلمهم هذه الوثيقة، وثيقة الإذن، اللي هي إذا كان الكتاب لأول مرة يكون هذا وثيقة العام الأول، وإذا طبعته تأتيك هذه الوثيقة الدائمة كما يقال. أيضا مكتبة الملك فهد الوطنية مشكورين، إذا سلمتهم النسخ المطلوبة يعطونك شهادة تسمى شهادة إيداع، شهادة إيداع أن كتابك باسم كذا، هذا اسم المؤلف وهذا اسم الكتاب وهذا رقم الإيداع مكتوب هنا كما ترون، هذا الرقم رقم الإيداع، هذا الرقم عالمي ودولي، وخلاص يعرف أن هذا الكتاب هو باسمك أنت أيها المؤلف، وتحت هذا الرقم عند في البحث في جميع المكتبات العامة ومكتبات الحكومية ومكتبات أي مكتبة لديها فهارس، فستجد أن كتابك بهذا الرقم موجود لديهم. مكتبة الملك فهد تطلب منك نسختين تسلمها للمكتبة. طبعا أيضا حتى الإرسال الكتب هذه النسخ يكون عن طريق صندوق البريد، يعني حقيقة خدمات جليلة وجميلة يشكرون عليها. يعني في السابق كان الواحد يسافر إلى الرياض أو يرسل كتابه مع أحد ويسلمه للوزارة، الآن كل شيء عن طريق أول شيء الخدمات الإلكترونية أونلاين، وأيضا بالنسبة لتسليم النسخ المطبوعة يكون عن طريق البريد، صندوق البريد الخاص بالمكتبة، وكل هذه موجودة في الموقع ستجدها وتزود بها. وهناك الهاتف، يعني ما شاء الله برضو الاتصال سواء بوزارة الإعلام أو بمكتبة الملك فهد الوطنية، اتصالات ستجد الخدمة أيضا سريعة مكتملة بإذن الله تعالى. الآن سندخل إلى عالم التصميم، بارك الله فيكم. كيف تصمم الكتاب؟ ومن سيصمم لك الكتاب؟ وما هي أنواع وأشكال التصميم وما شابه ذلك؟ يعني عندنا وقفة كما يقال يعني سريعة مع عالم التصميم، وإن كنا لسنا مصممين لكن نريد أن كما يقال يعني نناقش هذه المسألة، أنه أنت صاحب كتاب لابد انك تعرف يعني ولو مقدمة كما يقال في هذا الأمر أو أساسيات في هذا الأمر، حتى لا يعني
تضيع وقت حقيقة، يعني ستجد أن هناك عالم واسع في هذا الباب في هذا المجال. وفقط هي من باب ربما بعضهم يكون أصلا عنده هواية في التصميم فيصمم كتابه بنفسه ما فيها شيء. فهل نقول إذا كنت أنت مصمم فصمم كتابك بنفسك؟ وعندنا هنا برامج تصميم، برامج التصميم هذا الانديزاين، وهذا البرنامج اللي رمزه بهذا الشكل، هذا من أقوى برامج تصميم الكتب والمجلات والمطبوعات، يسمى انديزاين. وهذا برنامج الفوتوشوب لتصميم الغلاف وتصميم إن كان أحد يصمم له هوية كما يقال أو شعار أو ما شابه ذلك. وهنا عندنا أيضا ما ننسى شركة مايكروسوفت، أيضا لديهم برنامج اسمه ببليشر للتصميم، لكن هو يعني يعتبر شيء شخصي، يعني لا يوجد يعني مقارنة بين الانديزاين والفوتوشوب وبرنامج الببليشر، لأنه هذا البرنامج يعتبر يعني مبدئي أو بدائي أو يعني شخصي، إنساني بيصمم الأشياء شخصية، لكن أصمم عليه كتب أو ما شابه ذلك فيه شيء من يعني ليس لديه قوة وإمكانيات البرامج السابقة. طيب نقول كيف تتعامل مع المصممين؟ المصممين في نوعين من المصممين، في مصمم احترافي وفي مصمم غير احترافي. فأنت لابد تعرف الشخص المحترف في التصميم هذا حتى أسعارهم ستكون يعني مختلفة تماما. المصمم الاحترافي ستجده غالي جدا. وأنت كيف تعرف هذا الكلام؟ من أعمالهم. يعني أنت بإمكانك إذا وجدت مصمم أردت أن تصمم كتابك فتسأله، يعني هل لديك أعمال تريني إياها؟ فإذا رأيت أعماله كانت فعلا قوية واحترافية وجميلة، هذا يعني وأنت لا تبخس الناس حقهم، يعني هذا المصمم عمله وجهده حقيقة جبار. وبعض الكتب حقيقة يعني ربما لا تشتريها إلا لجمال مظهرها وجمال تصميمها وما شابه ذلك. وأما غير الاحترافي ربما حتى تتعب معه، يعني متى يخلص عملك وكيف ينجزه وعدل وصحح وغير وبدل، يعني مسألة يبغى لها يعني تعاون بين المؤلف وبين المصمم وتفاهم وتناغم كما يقال. وإذا كان لدى المؤلف أكثر من كتاب فأنا أقترح أن يتعاقد تعاقد مع أحد المصممين بحيث أنه يصمم جميع كتبه عند هذا المصمم، في يعني يكسب أكثر من أمره، من ناحية أن يراعيه في قيمة التصميم وتكلفة التصميم، ومن ناحية أخرى أنه ينجز له أعماله، لأنه يعرف أن الإنسان يعني عنده أكثر من عمل وكل عمل ينتهي منه سوف يحاسبه ويعطيه أجرته، فتستفيد أنت ويستفيد هو كذلك. طيب نقول هنا شروط مهمة أو شروط مهمة مع المصممين، يعني تنبيهات. إذا اتفقت مع مصمم فتتفق معه على أنه التعديلات هذه تدخل في تعديل الأخطاء يدخل في تكلفة التصميم، فمو يصمم لك الكتاب وانتهى من الكتاب ثم تذهب وتراجع الكتاب بعد يوم يومين أسبوع ترجع تقول له والله في أخطاء، يقول لك أعطيني عليها مبلغ جديد. طبعا إذا ما اتفقت معه هذه مسألة ثانية، لكن من الأول من الأصل أنك تتفق معه يعني كنصيحة، تقول له خلاص أنت تصمم الكتاب بمثلا 1000 ريال، خلاص إذا راجعته في أخطاء تعدله ما أعطيك شيء زيادة، إذا قال لك نعم كل هذا الشيء جميل. والأفضل أن يكتب بينكم عقد، أنا أشوف هذا أفضل شيء. أيضا تحديد مدة للتسليم، خلاص يعني أنت تحتاج أسبوع أسبوع، تحتاج شهر شهر، تحتاج شهرين شهرين، لكن إنه يقول لك تعال بكرة، تعال بعد، وتعال بعد أسبوع، تعال بعد شهر، وتذهب عليك الأيام وأنت لم تعمل شيئا، فهذه إشكالية كبيرة ربما يواجهها كثير من الناس في الأعمال التي ليست مقيدة بوقت معين. لكن الأفضل أن تكون محددة متفق عليها. كذلك لو تكون في عقد مكتوب يكون أفضل وأفضل وأفضل. كما قلنا الملفات الأساسية ملف وورد وملف بي دي إف، هذه الصيغتين. وفي عندنا كتب إلكترونية تسمى إيباب، هذه كثير من المصممين أو بعض المصممين لا يحسنها، فأنت تتفق معهم الأول تقول أنا أبغى ترى نسخة بي دي إف ونسخة وورد ونسخة إيباب عشان تحولها كتاب إلكتروني.
أخيرا وليس آخرا طباعة نسخة نهائية لتسليمها للمطبعة. يعني مهم جدا إذا انتهى المصمم أن يطبع لك الكتاب بنسخته النهائية بشكل نهائي بصورته النهائية، حتى تذهب إلى المطابع وتقول أنا عندي كتاب أبغاه بهذا الشكل. يعني أنت ممكن تعطيهم هي نسخة إلكترونية، لكن من الأفضل أن يكون معك نسخة مطبوعة بطباعة المصمم، تقول لهم هذه النسخة النهائية، لأنهم هم أكثر ما يحكمون على الشكل النهائي والإخراج النهائي. وبكذا تكون يعني انتهيت ما يقارب 90% من الكتاب، لم يتبقى إلا الطباعة والنشر والبيع، وسوف نستعرضها إن شاء الله تعالى.